لك يا ست حسيبه ما بصير انت نفسها ما بصير تعملي هيك. نفست شو؟ اذا الغالي راح شو في شيء خاف عليه بقى؟ حسيبه تعي لهون. لخلص اللي بايدي. قلت لك حطي من ايدك وتعي لهون. شوفي سوي لنا فنجانين قهوة الله يرضى عليك. والديار؟ تنهجي للديار. هلا الأهم من الديار أنت يا أمي. لساتني ماما؟ وراح تضلي أم عمر. وراح تجيبي لنا عمر وعمرين. لسا العمر قدامك طويل. وبطنك اللي أزهر بزينب عمر لسا بيعطي كثير. بس انتي اهلي وطولي بالي وروحي والله ما بيقطع حدا. مالك زعلان؟ اخ شلون ماني زعلان؟ بس هيك الله راد. امي حبيبتي امي غسلي وشك وارتاحي وادعي لالله يصبر قلبي. يلا حبيبتي. بس وينه؟ فكري دائما انه في عمر جديد جاي. حبيت اطمن عليك وعلى شغلك قبل ما اسلمت. خلص دوي. قلت لك هون ما عاد بشوفك بايام السفر. والله عراسي عراسي يا ابو اسماعيل. خلي هاي معك الله عراسي. يلا خاطرك روح. الله يفتح بوشك ويسر لك. الله يسر. يوم ما ماني شايفتك ما في حدا لا تخافي. تقبري قلبي الله يبشرك بالخير. الهي قولي لي شو تشربي. هلا انت روحي حطي لي الدولي على النار. ايوه وارجعي لاحكي لك هالمسكينه خالديه خانم شو صاير فيها. خالديه خانم شو صار لها؟ يا حصرتي على هالمسكينه. قال بيقولوا تعي يا بشعب حظك وروحي يا حلوه بجمالك. هلا احكي لي شو صار فيها. شو ما بدك تقولي لي مبروك؟ مبروك. تفرحي بولاده. شوف القوية شوفوا. وين؟ رايحة تبكي لحالك؟ لا مالي رايحة أبكي لأنه بعرف إنه عبده رح يرجع لي. وبعرف كمان إنه لا العروس الجديدة ولا غيرها رح يقدروا يسعدوه ويعطوه الفرح اللي أعطيته إياه. وبعرف كمان إنه الله بعالي سماه ما رح يسمح إنه وحدة تحبه الحب اللي حبيته إياه ياخده منه. سمعاني؟ ايه
العافية. أبو محمد سعيد. شو معليش روح على حمام السوق. يا شو حمام البيت؟ هيك الداية وصفت لي، قال لازم روح على حمام السوق مشان الله يطعمك الصبر. حمام السوق مشان الصبي؟ ايه الله يخليك. ايه شو عليه؟ روحي. طلع؟ شلون طلع؟ ايه طلع بأمر قضائي، ما في شيء ضده، والغريب ما في أي إشارة أو شهود إنه عبد الله غرقه، وبنفس الوقت ما لقيتوا أي ممنوعات عنده، مو هيك؟ مزبوط سيدي، ما لقينا عنده شيء. عم بزنق. مين؟ أنا. ماريا. متأكد انك بخير؟ عادي، مو اول مرة. من العسكر ومن حياتهم. اسمعوا يا بنات، اليوم انهينا دورة محو الأمية، وهلا حنعلن عليكم نتائج الدورة. الناجحة الأولى هي ليلى الحموية. خير شو في؟ يا الله رح طق على ما احكي لحدا. طيب احكي. خالدية خانم. شو بها؟ قولي على قامتي عليها يا سعدية، قولي على قامتي شو صاير فيها. مين دق الباب؟ شتاوي. دخلوا. والله ما بعرف شو بدي لك. شو في؟ طلعوه. شو؟ عم تحكي جد؟ مثل ما انك سامعه هذا اللي صار. ومن امتى؟ له كم يوم.
من شوي مرقت لعنده على الدكان لقيته فاتحه. ربيعه جيبي لي الملايه. وصار له هاجره 10 ايام. ودي على قلبي 10 ايام وهالمسكينه قاعده لحالها وما انا عرفانه شو بدها تعمل. لا حول ولا قوه الا بالله يا مسكينه يا اختي. إلا كان مفكرها مقطوعه، مفكرها ما إلا حدا. بطل، شلون مقطوعه؟ شلون ما إلا حدا؟ لو كان بيعرف انه في وراها رجال وانه في مين ياخذ لها بحقها كان بيسترجي يعمل هيك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت لي ان المسكينه صفيت على نصها. ولي على قلبي قال خوخ وعيونها من البكي وشعرها على قد ما شدته قال رايح نصه. حش حمدان تقبر قلبي دخيلك. انا بحياتي ما طلبت منك طلب. معلش تسامح. تقبر قلبي سامحها وخذ لها بحقها. انت فوق الارض وعدنان تحتها. لا والله ما حزرت. قاعد ولا على باله ورجع لشغله وعم بيغني وانت عامل لي حالك رجال وابن حكومه وبتخوف. الله وكيلك بعثت له 4 لقلب الحبس وعطيتهم مصاري وقلت له رح وصي فيكم عند القاضي بس قبل ما يعملوا شيء كان هو طالع. انا ما دخلني بدي يا ميت بالحبس برات الحبس ما دخلني. خلصت سمية تركي لي انا بلاقي له دوبارة. انت بس روقي. أنا حمدان معي منير تستري. حمدان يلا. يلا يلا يلا. اللي ما عم افهمه بنوب انه خالديه اللي قلعت وطلقت 2 ضفر الواحد منهم بميت واحد من هذا. حمدان مشان الله خليكي بمنطقه طلعي على حالك شوفي وين وصلت خالديه. خالديه خانم بنت الاكابر. خالديه خانم اللي ما بتقدر تشوف ورقه ليمون صفرة على الارض. خالديه خانم اللي حمدان بكفي. معك حق بكفي. يلا امشي. لوين؟ على بيتك. هون هون مو بيتك. هذا مو بيتك. واذا كان بده يضل معي في إلنا شرط. هيك ما بيصير. انت اخذتيه وما استشرتينا تصطفلي. لكن تصلي لهالحاله ولهالاهانه لا لا يا خالدية. صار لازم نتدخل. يلا يلا خلينا نرجع على بيتك. بعدين إلي معه حكي كتير. حكي لازم يفهم منه مين أنت وشو طلباتك وشلون لازم يحترمك. يلا خلينا نرجع على البيت. ايه يا مو ايه. شو هالمرة هيني بتفوت رجال على طولي بالك يا مو طولي بالك. وصفي لي اياهم كيف شكلهم. ياسين
بخير معلم عبدو؟ دير بالك على الدكان. دير على عيني. عبدو عبدو وين رايح؟ تقبرني يا امي، لا تعمل شغله تندم عليها، الله يرضى عليك. اكيد عم يدوروا علي، رايح اتخبى بشيء. بدوروا علي؟ شوفي يا اختي، صحيح انت بعتي البيت وما بعرف شو عملتي بحقه، بس البيت بضله بيتي، والفرش اللي فيه ان ما عجبك طلبي اللي بدك اياه بيحضر. كتر خيرك. وينك؟ هي كتفي اليمين قدامك، واذا ما كفاكي هي كتفي الشمال. كتر خيرك. يلا انا رايح شوف شغلي، بس الغدا عنا ها، حسيبه عم تستناكي. بخاطرك. الله يبارك. خالدية 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 أخ الحمد لله يا ربي، الحمد لله تركت البيت، الحمد لله. لوين؟ رايحة عند خالدية خانة، بدي اطمن عليها وشق عليها، مو معقول اتركها لحالها. ايه معقول، اتركيها هلا شوي، خلي اعصابها تهدى. على العموم انا قلت لها تجي لعنا على الغدا. انا بعرفها لخالدية خانة، هي مرة موجبة كثير، لحالها ما رح تجي، الا اذا رحت انا وجبتها بايدي. معك حق، بس هلا اتركيها شوي. مثل ما بتريد. لسه ما رجع؟ لا غريبة، وين بده يكون راح؟ طيب إذا ببيتنا مو موجود وبيته ما لقيته شو صاير؟ يا ابني الله يرضى عليك، روح دور لي عليه، لأنه في شغلة كتير مهمة لازم يعرفها. وهي الغدا كله صار جاهز وخالدية ما أجت. معك حق، سعدية روحي جيبيها. ما رح تجي. خلصنا، الليلة عم نستناها على الغدا. طيب بسرعة الله يرضى عليك. بتعرفي ما شاء الله حلو، كأنه ما كانت عم تستنى إلا تتعلم القراية لحتى نزلت قراية طول الوقت. ايه والله ما شاء الله، ما في بنت جايبه كتاب معها الا ما اخذته وقرته، وشو هذا؟ ايه غريب فعلا غريب. بس يا ترى عم تفهم كل شيء عم تقراه مزبوط؟ ايه طبعا، انا هداك اليوم تناقشت انا وياها. بتعرفي نائله، شعبنا مثل الجوهره اللي عليها خيوط عنكبوت، بس مسحي من عنا خيوط العنكبوت وشوفي شلون بتضوي.
شو بك يا مو؟ شو زعلان تقبرني؟ ليش لحتى ما ازعل يا مو؟ ليش لحتى ما ازعل؟ والله ما شفت الفرح الحقيقي الا مع المخلوقة، لك ما شفت العز الحقيقي الا مع المخلوقة، الكرم اللي ما له حدود ما شفته الا مع حاجة بقى امي، حاجة تعدد وتنوح، قوم 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 يلا روح لوين؟ يو على بيتكم، شو نسيت انه عازم بيت حماه؟ ما حلو يجوا ضيوف وما يلاقوك تقبرني، بعدين تزعل العروس يا مو قوم. تزعل؟ وهديك؟ هلا قوم خلصني روح، هلا بيكون عم يستنوك، يلا امي تعال. الله يرضى عليك، روح، روح تقبرني. يومين لا فتحت الباب لحدا ولا طلبت غرض. شو يعني بدها تموت حالها من جوع؟ الله يحمي المحار. بس انا لو بقدر اتحمل الوزراء شيء تحبس حالها؟ شو عم تستنى يعني؟ مسكينه يمكن وامي حالها انه رح يجي يصالحها. يصالحها؟ تعرف شو؟ صدقني ما لها غير حل واحد. شو هو؟ تطلب منه الطلاق وتقلعه وتقول له بوشو انت مو من قيمتي. تعتقد هيك بترتاح؟ رح ترتاح، اللي كاسرها خجلها، هي تقلعه ورح ترجع خلدية خانو. تعرف شو؟ امشي لقال لك، امشي. طب. وأنا ما عاد لي نفس، لا أقرب على حدا ولا أحكي مع حدا. إيوه، وأنا؟ أنت وعدت وما نفذت، وليك الزلمة عم يسرح ويمرح. طولي بالك علي يا سمية، بس لحتى أتصرف. وأنا عم بستنى وعد الرجال. ونحن رجال. وحياتك رجال يعني خلاص انا عند كلمتي هو حرق لي قلبي وانا بدي الثمن جيب لي خبره وبصير خدامتك تفضلوا ما في داعي شوف يا ابني مثل ما دخلتوا بالمعروف تطلعوا بالمعروف اسمع يا عبدو إن أبغض الحلال عند الله الطلاق بس للضرورة أحكام الست خالدية خلاص ما عاد بدها إياك هي هيك قالت طبعا هي هيك قالت مو بس هيك متنازلت لك عن كل شيء ما بدها منك لا أبيض ولا أسود بدها ترتاحوا بس خالدية هيك بدها؟ شو عم نحكي يا عبدو؟ يا ابني الشغلة ما بدها صفر في عنا أجار الله يرضى عليك الشغلة متقية Thank you.
خلص مثل ما بدها خالدية بيصير. المهم راحتها. شرفوا المحكمة. قلت له بنت الأصول والأكارم ما بتتعامل هيك. بيقوم قليل الأصل بيبعت لك ورقة الطلاق. طيب لروح أنا أشوف شغلي. خاطري. شو هاد يا مو؟ شو عم تساوي؟ لك أنت تقبرني؟ إذا مفكر حالها هي أكابر، نحن أكابر أكثر منا بمليون مرة، أعطيها كل أغراضها على دوز بارة، يلا. الكراكيب يلي ملانين شخبرة كنت كبر لك ياهم. شو رأيك إذا بتاخذهم ياهم هلا بتبعتهم مع حدا بتريحني؟ خلص نص هدول. شو أمي ما تحكي؟ هاتيهم أمي هاتيهم، أنا بتصرف خلاص. يا ريت يا ريت تقبرني تتصرف وتريحني. الله يرضى عليك. بسم الله يا رب. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا خانوم. خذ أخي بطيها العود خليها تنطرب كمان. يا على عيني تكرمي. بتسلمها ياهم لخالدية خانوم بإيدها وخليها تفحصهم منيح، وإذا ناقصها شي نحن جاهزين. يا أعوذ بالله، شو هالرسمات هي؟ ما عجبوه؟ لا غريبة. لا أنا أول ما شفتهم فعلا كمان هيك هدول الحيايا والتماسيح بيشلون العين وهذا الببو اللي هيك عم فعلا تركبت حسيت في شيء غريب يعني ما عجبوه. ها وأنت ما عجبك شفت؟ لا أنت عجبوه؟ لا ما عجبوني. سبحان الله ذكرتني بالوالدة كمان نفس الشيء والدي نقاس قلبها. ها؟ هدول هن الفرنسيات اللي قلت لك عليهم. خبيهم خبيهم. لك ليش لحتى تخبيهم؟ اتركهم هون. اهلا وسهلا مدام. اهلا وسهلا. أهلا وسهلا. شرفتوا والله. شو؟ عجبتهم؟ عمرك شو حولي ولا كلمة خلاص كوت. اهلا وسهلا مدام شرفتوا والله.
شي حلوة. تفضلي. هو بعتهم؟ لا، واحدة حرمة يا خانوم اللي بعتتهم. يرجع لي اياهم ولا الا خدهم. عم تحكي عن جد؟ هدول الي؟ دخيل الله. ايه هيك نسوان يا بلا. الله يوفقك يا أبو عمر، لا تحرجني. ليش الحرج؟ هي خالدية. هاي لأنها خالدية، ما بقدر قلبي يوجعني عليها. طيب شلون يعني؟ نخليها هيك لحالها محبوسة ومسكرة على حالها؟ لا، أنتوا تصرفوا، شوفوا اللي مناسب عملوه، أما أنا خلوني برات المواجع. طيب على راحتك، أنا بعزمها خاطري. الله معك، مع السلامة. بدك ما تأخذني أخي، يعني لا تأخذني، حاسة حالي معكرة ومغمومة ومجعوزة. هلا القعدة مع الجماعة مو أحسن؟ قلتلكن تركوني بحالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني أخي لا تهدأ أحوالي، وأنا بعد كم يوم بجي لعنكن وراح تملوا مني. يعني مالك مشتهية الكوسة المحشي والبتنجان المحشي والسجقة؟ حاج حمدان مشان الله، مشان الله هات لبوسي. طيب 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 طيب، على راحتك على راحتك. يلا خاطري. الله معك. سلامتك. هيك الحياة بالمستعمرات، ما فيها أمان. يبدو أني لح أرجع على فرنسا أعرج مثل ما رجع جدي كوليان. أنت واحد محظوظ. اسمع عم شاكر على الحكي. أنا محظوظ؟ إيه طبعاً، يعني إذا الرسمات اللي رسمته من قفا إيدك يلي ما بتطرز ولا بتتعلق واللي كنت أنا بدي كبهم، بتيجي هالبنت الفرنساوية بتشتريهم؟ مستغرب ما هي؟ طبعاً مستغرب، لو ما كان حظك هو اللي ساقهم جابوا لعنا، يعني كانوا اشتروا هيك أعطلة. خلصنا من الموضوع يا سينو؟ حاضر. مع المي؟ يعني ما صار الوقت، يعني إمتى بدك تجوزني وحدة تانية؟ تانية؟ طيب إن شاء الله إن شاء الله، بس لحتى لاقي الكنز اللي ضيعته. ها؟ وإمتى بدك تلاقي؟ عيش يا جدي، شلين بوت الحشيش، شراب شاي، شراب شراب أبو شاكر، شراب. ها؟ إيه؟ قال أنا محظوظة. يا الله حلاكي مرعمي. الحمد لله، الله جبر بخاطركم. المرحب لي. زعل الحاج حمدان هو اللي خلاني افتح تمي واحكي السر.
هلا من كل عقلك بتصدقي هالخرافات؟ معقول بقلب كل هالشوك يطلع وردة؟ كأنك بتنسى قلنالك من عطباك 14 ديك عشاري بلون واحد وبوزن واحد كأنهم 14 توم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. تبيها الله يرضى عليك، خلي الدم كله على البلوعة. هيه كل هذا الدم وما شبعت؟ لك وينك؟ قلبت الدنيا لعرفت مطرحك.